سيدي مصطفى عزيز بيك طبعا من ليبيا، حضرت كورس نتاع البروجكت مانجمنت بروفيشنال بريبريشن فور ذا اكزام. صراحة الكورس كان فعال جدا، المحاضر كان فعالية عالية، الهيئة نتاع القاعة التجهيزات كلها كانت في المستوى المطلوب، قوة الاستيعاب كانت كويسة. بالنسبة للظروف المحيطة بالبلد، الظروف اللي تحدث، الظروف السياسية يعني، التظاهرات اللي كانت في ميدان التحرير والأجواء اللي كانت نشوفوا فيها في التلفزيون، صراحة ما حسيناش بها نحن في المكان اللي كنا ناخذ فيه الكورس. يعني بصفة عامة كانت الشارع آمن، كنا نزور مكانات يعني في مختلف الأوقات في المساء حتى ساعات متأخرة، كان الأمان متوفر وموجود. ويعني إذا كان في أي شخص ممكن متردد بسبب الحاجات اللي يشوف فيها في التلفزيون وفي الأخبار كذا، ننصح أنه يشيل التردد هذا من باله ويتوكل على الله ويقدم على الكورس. إن شاء الله يكونوا موفقين إن شاء الله. شكراً.